هل يجوز حط على القبر علامة حتى أعرف أنه قريبي؟ لا، ما توضع علامة على القبر، علامة حجر خاص أو عظم أو عود أو شيء بشبه ذلك، علامة يروى أنه علم عليه الصلاة والسلام علم قبر عثمان المضعون. الحاصل لا بأس بالعلامة التي يعلمها، لا لقصة التعظيم بل علامة، إما حجر خاص أو لبنة خاصة أو حديثة خاصة أو شيء بذلك اللي يعلم به القبر. يعني ما فيش كتابة؟ لا كتابة لا.